ديالي لاباس عليكم بخير، اموركم هانيه. كيف ما كتشوفوا العنوان وكيف ما شفتوا حتى في المينياتور، غادي يكون هذا الفيديو هذا عباره على فلوغ. صراحه كيعجبني نشارك معكم لي فلوغ، نشارك معكم شنو كندير في النهار ديالي اولا شنو كندير في لا جورني ديالي كامله، يعني كيفاش كندوز داك النهار، شنو كيكون فيه، واخا زعما ما يكون فيه والو كنبغي نشارك معكم داك الشيء ديالي البسيط. ان شاء الله غدا في الصباح ندير لاصال. اول حاجه غادي نديرها بعدا هي غادي ندير الزيت لشعري، ندير جوج ديال الزيوت. كندير زيت الكوك في الاطراف ديال شعري حيت راكم عارفين شعري متضرر بالصبايغ وداكشي، داكشي علاش كندير له الزيت ديال الكوك حيت بصراحه كتهبط الزغبه. وغادي نشارك معكم حتى شنو كندير لشعري باش كنغسلو وشنو كندي معايا في الحقيبه ديالي. غادي نوريكم شنو غادي ندي معايا في الصاك ديال لاصال. هذه البنات هي الحقيبه اللي كندي معايا، هذه بالنسبه للحقيبه ديال الدوش. غادي نوريكم داكشي كامل اللي كنستعمل في الدوش بالنسبه لاصال. بيان سور هادشي راه كنستعملو غير في الدوش ديال لاصال، اما ملي كنكون غادا الحمام ولا شي حاجه كندي معايا الترينك ديال لي برودوي وداكشي راكم عارفين. بالنسبه لداكشي اللي كندي معايا البنات هو هذا، غادي نوريكم اول حاجه كنديها هي هاد لو شامبوان. هاد الشامبوان هذا بيان سور ما عامرش بهادشي هذا اللي هنايا، هذا غير واحد شامبوان كنت خديتو داكشي ومنين زعما تقاد ليا وليت كنعمر في بلاصتو. هاد الشامبوان هذا ديال الكيراتين كولاجين، هاد لو شامبوان هذا ديال الكيراتين كولاجين راه هو اللي كاين هنايا، غير حيت هاد القريعه هادي خوات ليا وعمرت فيها لو شامبوان ديال الكيراتين كولاجين، حيت ما يمكن لياش ندي هذا معايا لاصال. كيف ما كتشوفوا كبير ويعني ثقيل، الا ديتو معايا غادي تقل عليا في الصاك، داكشي علاش كندي في هاد القريعه هادي هي اللي كنعمرها. ونيت زعما صغير ورا كتقدني وداكشي، وصراحه نفعاتني هاد القريعه. وثاني حاجه كنديها معايا هو هاد لو ماسك هذا، هذا البنات اللي كتشوفوا هنايا راه هو هذا، هو الماسك ديال الكيراتين كولاجين، هو اللي معمره في هاد القريعه هادي حتى هي صغيره. كيف ما كتشوفوا هادي كبيره بزاف، يعني ما يمكن لياش حتى هي نديها معايا حيت تقلع عليا في الصاك ديال لاصال، داكشي علاش كندي معايا هادي. هادي بصراحه زوينه نفعاتني حتى هي، هادي كندير فيها كاع الوصفات اللي كنحتاج، حتى المقشر ملي كنكون غادا الحمام ولا كنكون دايره شي تبريمه في الدار كندير فيها هنايا المقشر. دابا درت فيها هاد لو ماسك هذا ديال الكيراتين كولاجين. ثاني حاجه ديها معايا هي الكيس. خلاص البنات المشيطه ضروري المشيطه. هنايا دايره الصابونه ديالي. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هذه منين خديتها، هذه البنات خديتها من شيئين بصراحه عندهم داكشي زويون. بالنسبه للصابونه اللي كنغسل بها البنات، كنغسلها انا بالصابونه ديال المنجل ولا ديال الكبريت، ما كيصلحش لياش كاع شي صابونه واحده اخرى من غير هاد الجوج اللي نغسل بهم، ولا درت شي صابونه واحده اخرى من غير هاد الجوج كينوض ليا الحبوب، حيت عندي حساسيه البنات من الصابونات اللي فيهم الريحه. اول حاجه بعدا غادي نديرها البنات هي غادي نعمر لو شامبوان حيت بدا كيخوى ليا. هاد ديال بقيتو عاقلين، هاد كنت خديتها من عند شيماء. دابا نخلي لكم لا فيديو في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي غيسولوني على منين خديت لاتروسه. هاد البنات خديتها من عند واحد البنت كتبيع الماكياج في فاس، غنخلي لكم لوليان ديال لا فيديو في صندوق الوصف الا بغيتو تدخلوا تفرجوا في المشتريات اللي كنت خديتهم من عندها. بصراحه هاد لاتروسه نفعاتني بزاف بزاف، صراحه زويونه وكتهز ليا بزاف. دابا البنات غادي ندوزو لثاني مرحله غادي نديرها، نشد هاد الزيت هادي ديال الكوك، هادي راه تقدروا تلقاوها عند اي مول الماكياج، بصراحه هي زويونه وريحتها غزاله غزاله هي هادي من الداخل كيف ما كتشوفوا. كنبقى كنديرها في الاطراف ديال شعري كيف ما كتشوفوا، ناشفين ديال بصح الفوق مزيت والتحت ناشف. وثاني حاجه البنات كنديرها هي هاد الزيت هادي ديال ارغان، هادي تقدروا تلقاوها في لا فارماسي ولا في بارا فارماسي، ولا تقدروا تلقاوها عند داك مول الاعشاب وداكشي راكم عارفين. هاد البنات كنشدها كنشققها في قدام شعري، وهنايا مهم غير في الجدوره ديال شعري راكم عارفين ما كنبقاش كاع لتحت كوانسيا البنات، من هنا ما كتبغيش كاع تخرج الزيت، داكشي علاش كنديرها بحال هكايا وكنبقى كنحطها بحال هكا نديت باش كتابليكا ليا في شعري مزيان. Imaginary picture. Usually it's something that moves.
وصلوني شي لي كوموند جاو لي من شي ان ان شاء الله غادي نديرو لكم لغد ليه يعني ماشي اليوم حتى لغد ليه حتى ان شاء الله غادي نجي من لاصال وارتاح وداكشي راكم عارفين ونصايب شعري ونتكيا لالا عاد ندير لكم الفيديو ديال شي ان درت لكم الفيديو الاولاني تقدروا تكونوا شفتوه واقيلا ايوا هنايا هادو عاود وصلوني باش ان شاء الله نعاود ندير لكم فيديو واحد اخر الصراحه ولاو كيتعطلوا بزاف ما بقاش كيصيفطوا دغيا دغيا راه قلتها لكم في الفيديو الاخرين ولاو كيتعطلوا دابا هادو تقريبا نقولوا شي شهر باش يلاه وصلوني دابا البنات منين وجدت شعري درت له الزيت وداك الشيء دابا البنات غادي نمشي نجمع الساك ديالي ديال لاصال حيت هو كنجمعو بالليل فوق ما كنكون غاده في الصباح لاصال كنجمعو بالليل اما ملي كنكون غاده في العشيه لاصال كنخليه في الصباح ولا حتى كنكون الدقائق الاخيره عاد كنجمع الساك ديالي حيت دابا تقريبا البنات شي سيمانه ما مشيتش لاصال سيمانه ما مشيتش وليت معكازه دابا غادي نمشي نجمع الساك ديالي وغادي نوريكم شنو غادي ندي فيه اول حاجه كنديها معايا البنات هي هاد البينيتانت هذا الصراحه طبيعي بزاف بحال نطيح عليكم السر داكشي من عند الله ماشي شي حموريه فيه يعني كيجي خفيف بزاف وكندي معايا هاد المرطب هذا ديال لابيلو هذا يلا خديته حيت داك الاخر ديالي تسالى ليا هذا يلا خديته ها نتوما بصراحه زويب وانت هو فيه ريحه فنه ديال الفريز فيه بزاف ديال النكهه انا هذا خديته البنات بواقيلا بشي 15 درهم من عند واحد مول ماكياج في الاول كنت خديته من عند واحد حدانا ب 20 درهم وهذا دابا خديته غير ب 15 درهم بصراحه زويون كما كتشوفوا البنات دابا جمعت الساك ديالي ديال لاصال دابا ان شاء الله غادي نمشي نحط القرعه ديالي ديال الماء باش ما ننساهاش حاشاكم حتى الصنداله اللي كنمشي كندخلها زعما معايا الدوش وداكشي غادي نمشي نهزها دابا باش ما ننساهاش غدا حيت هي اللي كنساها هي والقرعه ديما كنساهم اما كلشي كنديه معايا التليفون ما كنساهش كمامه ما كنساهش السوات ما كنساهمش كنسى غير القرعه ديال الماء والصنداله ديال الدوش هاد الجوج هادو هما اللي كنساهم هاي ودابا رجعت لكم كيف ما شفتوا خليتكم تفرجوا في داكشي حيت داك هو ماغوتي اللي كندير ديما قبل ما كنمشي لاصال يعني داك الروتين ديالي هو اللي كندير بالليل ولكن دوماج ما كنتش مشيت لغد ليه كنت غادي نمشي لاصال في الصباح حيت انا عندي لاصال مره صباح ومره عشيه كنت ما مشيتش الصباح وصافي دابا يلا غادي نمشي هاد العشيه هادي وقبل ما نمشي البنات بغيت نشارك معكم واحد لاغين اللي الصراحه واعره واعره بزاف حيت انا عارفه بزاف ديال البنات وبزاف ديال العيالات اللي متبعيني في لاشين ديالي اللي يعني غادي يهمهم الامر داكشي علاش بغيت نشاركها معكم هي هادي كيف ما كتشوفوا هذه البنات هي لاغين اللي غادي نشارك معكم بصراحه زوينه 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 بزاف ويعني كيف ما انا غادي نبغي الخير راسي حتى نتوما غادي نبغي لكم الخير فوالا البنات هذه هي لاغين كتجي بحال هكايا فيها جوج ديال الطبقات هذه هي الطبقه الاولى كتجي بسلسله والطبقه الثانيه كتجي تزد بهادو والطبقه الاولانيه فيها السلسله بصراحه زوينه بزاف هذه البنات دابا هي اللي كنمشي بها لاصال غادي نخلي لكم الموقع اللي كنت خديتها منه في صندوق الوصف باش زعما الا جيتو من الطرف ديالي غادي نقص لكم 30% بصراحه زوينه 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 بزاف بزاف البنات ها هي كتساعد انها الا كانت عندكم كريشه حيت انا عندي كريشه شويه داكشي علاش كنديرها ملي كنكون كنلعب سبور يعني باش ملي نكون عراقه وداكشي هذه كتساعدني انه شويه الكرش تنقص ليا وحتى الا كانوا عندكم الجناب وعندكم حتى ديك الشحمه اللي كتكون في الظهر اللور هذه راه كتساعد البنات حيت هي كيف ما كتشوفوا كتعرق ديال بصح وبالنسبه حتى لو بري ديالها جد مناسب وبالنسبه حتى العيالات اللي كيكونوا يلاه والدين كلكم تستعملوا هذه باش يعني راكم عارفين المره ملي كتكون يلاه ولدات خصها ضروري لاغان باش تقاد تجمع ليها كرشها شويه بشويه وبصراحه هذه البنات راه كتنقص الكرش يعني خصكم غديروها وحتى بالنسبه للناس اللي كيديروا لا مارش يمكن لكم ديروها تلبسوها من تحت الجاكيطه وهكا ملي تكونوا كديروا لا مارش يعني راه هذه كتساعدكم باش تحيد لكم الكريشه باش انا كانت عجبتني بزاف بزاف يعني ماشي غير السبور البنات راها يمكن لكم تستعملوها حتى في الايام العاديه بحال دابا الا كان شي انيفيرسير وبغيتوا تلبسوا شي كسيوه ولا شي غوب ولا شي حاجه يمكن لكم ديروا هذه من التحت حيت كتجمع البطن وكتعطيكم يعني داك المظهر ديال بلي عندكم الخصر وبصراحه كترد لاطاي واعره هي هذه كيف ما كتشوفوا هذا هو الدخلاني ديالها كيعرق بصراحه مهم البنات الا كان كيهمكم الامر غادي نخلي لكم الليان ديالها في صندوق الوصف غادي نخلي لكم حتى لو سيت اللي خديتها من عندهم بصراحه زوينه عندهم بزاف ديال الحوايج من غير لاغان هذه هي السبر ديال اللي كنلعب بها انا السبور كتجيني خفيفه هذا هو الكولون ديالي هذا البنات راه ديال ستخادي هذا راه كتخديته غير من الجوطيه بالنسبه للتريكو هكا كيجي فيه الشبيكه هذا البنات كنت خديته من ال سي واي كيكي وقيله دابا تقريبا شي 3 سنين اولا عامين بصراحه زويون كتجي فيه هاد الشبيكه هنا وفيه حتى هاد الشبيكه هنايا
يقدر يبان لكم بحال مقطع، ولكن هي راه شبيكه وصراحه كيجي زويون في اللبسه. انا دابا وليت كنلعب به السبور وكنخرج حتى به بجوج بهم حيت صراحه واعر. رجعت لكم دابا لقيتوني البنات، دخلت للدار صايبت شعري، ديت تقريبا شي مده ودرت الماكياج ولبست حويجاتي. بقيت وانا غادي نصور لكم واحد لا فيديو حيت كي قلت لكم كنت درت بزاف ديال لي كوموند من شي ان. دابا تقريبا شي 5 وقيله ديال لي كوموند ولا 4 ديال لي كوموند. بقيت وانا غادي نصور لكم لي فيديو عتو الروينه قدامي. شوفوا على الروينه قدامي البنات، ما يمكنش عتو واحد الروينه، لا اله الا الله. شوفوا 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 هنايا هذاك الدفتر ديالي فيه لي فيديو اللي كنكون درت اللي مازال ما درت، ومازال يلا غادي نشري واحد المذكره ان شاء الله من شيئين ولا من المكتبه حيت مازال ما لقيتش شي مذكره اللي تحمر ليا الوجه. ان شاء الله دابا نشريها وغادي نحيد هذا الدفتر. هذا راه واحد الدفتر شاط ليا من الباك، شاط ليا من دوك الدفاتر ديال الباك اللي كيكونوا خاويين. ايوا وكنقيد فيه داك الشيء اللي درت اللي مازال ما درت بالنسبه لي فيديو. سو هادشي هذا هو اللي كاين، حاول نشارك معكم هاد النهار هذا من حياتي واخا ما صورت لكمش بزاف في لاصال، حيت فريمون لاصال كتكون عامره في الاشياء، كتكون عامره بالناس بالعيالات بالبنات، كتكون مخلطه الدنيا. وبيان سور كنحترم البنات والعيالات عادي، داكشي علاش ما كنصور لكمش بزاف. اما ملي كنكون صباحات راه كنصور لكم، سورتو بالنسبه للناس اللي كيبقاو يقولوا لي صوري لنا لاصال، وبالنسبه للناس اللي كيبقاو يسولوني ديما على لاصال فين جات فين جات. ان شاء الله في شي فيديو غادي نوريكم لاصال فين جات وغادي نعيط لكم بالضبط، حيت بزاف البنات اللي كيسولوني على لاصال. وهادشي هذا هو اللي كاين، ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجاي وغادي تشوفوا ديك الساعه لي اول اللي دابا كندير لكم. ما تنساوش خليو لي لي لايك ديالكم لي كومونتير، كنبغيكم بزاف بزاف. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. سلامة.